خدنا قبل كده الكلمات المعرفة بأل، عرفنا إن كان في عندنا لام شمسية ولام قمرية. قلنا إن اللام القمرية لام مكتوبة ومنطوقة، بتكتب وتنطق، أما اللام الشمسية تكتب ولا تنطق. وعرفنا إن اللام الشمسية الحرف بعدها بيكون، معلش استنوا دقيقة عشان الأذان. لا يا تيتشر، هو الأذان خلاص أذن؟ عندي لسه بيأذن. وأنا كمان عندنا خلاص أذن. بصوا حبايبي، عرفنا ان اللام الشمسيه مكتوبه وغير منطوقه، والحرف بعدها بيكون مشدد. بعدها درسنا حاجه اسمها الحروف المسالمه، وعرفنا الحروف المسالمه دي ليه سميناها كده، علشان هي بتدخل بسلام على الكلمات، مش بتاثر خالص في كتابتها ولا بتغير فيها، بتقف بس جنبها ما بتعملش اي حاجه. طيب النهارده هناخد حرف كمان بس اسمه اللام المقصورة، عشان كده لما كان حد في الحروف المسالمة يقول لي الباء والفاء والكاف واللام، كنت بقول لكم لا، اللام مش ضمن الحروف المسالمة. ليه؟ عشان هي حرف مشاغب. بتعمل ايه يعني اللام دي؟ بتعمل مشاكل، بتدخل على الكلمة المعرفة بأل، بتتهجم على أول حد يقابلها وتعمل معاه مشكلة. طيب تعالوا نشوف لما تدخل على اللام القمرية في الأول هتعمل فيها ايه، وبعدين نشوفها مع اللام الشمسية. إذا دخلت اللام المكسورة على الكلمة، على كلمة مبدوءة بأل القمرية، تحذف همزة أل وتتصل اللام المكسورة بلام أل التعريف، وتكتب الكلمة بلامين. يعني إيه الكلام ده؟ مش فاهمين منه ولا حاجة. طيب عندنا لام مكسورة جاية من هنا، من عند الفراشة، من هنا خلاص مشيت كده 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 كده، دخلت على كلمة القمر. مين أول حد يقابلها؟ الألف. فهتعمل ايه؟ هتتخانق مع الالف، تمشيها، تحذفها وتقف مكانها. هي غلسه كده، تمشي اول حد يقابلها وتقف مكانه. بصوا كده بقت اسمها ايه؟ للقمر، وحذفت الالف، سابت القمر خلاص، راحت رايحه لكلمه المعلم. مين اول حد قابلها؟ الالف. راحت عامله معاها مشكله، عملت معاها مشكله وحذفت الالف، وقفت مكانها، بقت كلمه للمعلم. سابت المعلم وراحت للوقت. أول حد قابلها مين؟ الهمزة. حذفتها ووقفت مكانها، بقى اسمها للوقت. سهلة كده؟ يبقى اللام المكسورة دي حرف مشابه، بتيجي تتخانق مع أول حد يقابلها وتقف مكانه، غلسة جدا. طيب تعالوا نشوف لما تروح للام الشمسية هتعمل إيه فيها؟ إذا دخلت اللام المكسورة على كلمة مبدوءة بأل الشمسية، تحذف همزة أل وتتصل اللام المكسورة بلام أل، وتكتب الكلمة بلامين. إيه ده؟ ده نفس الكلام اللي كتبناه فوق في اللام القمرية. هو نفس الكلام. تعالوا نشوف مثال كده. كلمة الشمس جت من عند الفراشة اللام وراحت للشمس، حذفت أول حاجة قابلتها الألف، وقفت مكانها، بقى اسمها للشمس. التلميذ حذفت الألف ووقفت مكانها، بقى اسمها للتلميذ. الثعلب حذفت الألف ووقفت مكانها، بقى اسمها للثعلب. كده مع اللام الشمسية ومع اللام القمرية. طيب تعالوا بقى نشوف الحالة التالتة اللي هي عايزة حد إيه مركز شوية. كلمة لعبة بتبدأ بحرف إيه؟ لام. لام. تعالوا كده نضيف كلمة تعالوا نضيف لكلمة، خلاص قلنا لام مرة، خلاص تعالوا نضيف لكلمة لعبة قل التعريف، هيبقى اسمها ايه؟ اللعبة دي بكام لام؟ اتنين. خلاص حبايبي والله لما حد يقول اجابة مش لازم كلنا نردد وراه. كلمة لعبة اصلا فيها لام، وبعدين احنا ضفنا لها قل التعريف، يعني الف ولام، بقت مكتوبه ازاي؟ الف لام لام عين باء تاء، مظبوطه. طيب احنا لما بتدخل اللام المكسوره بتتخانق مع الالف وتحذفها وتقف مكانها. تعالوا كده نجرب نشيل الالف ونضيف اللام المكسوره، هتبقى الكلمه فيها كام لام؟ ثلاثة. طب ينفع كلمه تكتب ثلاثة لام؟ لا لا، اتنين.
هنا بتعمل ايه بقى؟ هنا المقصوره اللام المقصوره اسمعوا بقى هنا اسمع مخزون في اللام. طيب امشي انا بقى وتكمل صح؟ اسكتوا بقى. تحذف اللام المكسوره، تدخل اللام المكسوره على الكلمه وتحذف الالف واللام باكملها. لما بتدخل على كلمه اصلا اصلها بتبدا بلام وبندخل عليها اللام المكسوره بنحذف الالف واللام كامله، مش الالف بس زي ما بتعمل مع باقي الكلمات. فهمنا كده؟ بصوا زي كلمه اللغه اهي، ألف لام لام غين تاء مربوطة. لو دخلنا عليها اللام هنحذف الألف واللام بتوع التعريف وندخل بس اللام المكسورة أهي. دخلنا اللام المكسورة مع كلمة لغة وشلنا الألف واللام كاملة. لما نشوف الكتاب هنفهم أكتر. بصوا كده، أقرأ الجمل الآتية وأحدد نوع اللام، شمسية أو قمرية، في الكلمات الملونة. الكويت تهتم بالمبدعين من أبنائها. بالمبدعين، الباء ده حرف من الحروف المسالمة، لو حذفناه أصبحت الكلمة المبدعين. المبدعين دي يا ترى لام شمسية ولا لام قمرية؟ لا، لام قمرية. قمرية. لام قمرية. برافو. قمرية. قصص أفلاح الآباء والأجداد منارة للأحفاد. طيب، والأجداد ده الواو حرف من الحروف المسالمة، لو حذفنا الواو تنطق الكلمة الأجداد. لام شمسية ولا لام قمرية؟ لام قمرية. قمرية. برافو عليكم، قمرية. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طيب، لو حذفنا حرف الكاف اللي هو حرف من الحروف المسالمة تصبح الكلمة السيف. السيف لام شمسية ولا لام قمرية؟ لام شمسية. اطلعت على كتاب اللغة العربية فالرياضيات. الفاء حرف من الحروف المسالمة، لو حذف تصبح الكلمة الرياضيات. الرياضيات لام ايه؟ لام شمسية. 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 بس المثال ده، الأمثلة دي كنا بنفتكر بيها الحروف المسالمة. تعالوا بقى نشوف النهاردة التدريب بتاع النهاردة. مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي معلم معماري وثقافي بارز، يضم المبنى ثلاثة مسارح وثلاث قاعات للحفلات. للحفلات كلمة اتصلت باللام مكسورة. طب لو حذفنا اللام المكسورة دي مين اللي هترجع تقف مكانها تاني؟ الألف. اللام مشيت الألف ترجع مكانها. برافو. ومركزا للوثائق، لو مسكنا كلمة الوثائق وحذفنا منها حرف اللام تصبح الكلمة الوثائق. مشيت اللام فبترجع الألف تقف مكانها تاني. للثقافة، لو حذفنا اللام تعود الألف أهي. الثقافة. يلا اكتبوها بسرعة، اكتبوها بسرعة في الكتاب صفحة 125. أيوة أنا جايبة الصفحة. الله انا كتبتها وانا كمان. طيب اللي خلص ما يقولش خلص، يستنى بس دقيقه قبل ما زمايله يخلصوا. اللي خلص يسكت لو سمحتوا. فاضل دقيقه واحده. لا، اللي يخلص يسكت، يجيب الصفحة اللي بعدها في الكتاب ويستنى لما زمايله يخلصوا عشان نحلها مع بعض. فاضل دقيقة واحدة وهقلب الصفحة. خلاص خلصت الدقيقة. خلص. تيشر تيشر أنا في آخر كلمة. أنا مش خلص. أنا برجعها تاني. أدخل اللام بمشاركة زميلي على الكلمات كما في المثال الأول في الجدول الآتي. الكلمة والكلمة متصلة باللام، وماذا تلاحظ؟ كلمة الحوار إذا اتصلت بها اللام المكسورة تصبح للحوار. للحوار. ماذا حذف؟ إيه اللي حذف منها؟ الألف. 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 حذف الكلمة. كلمة. أنا مش عايزة صوت لو سمحت، ممكن 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 شغل البغبغانات ده نبطله؟ واحد يقول حاجة لازم كله يقول وراه.
احنا خلاص عرفنا ان هي الف، مش معقول انت هتجاوب بعد وتقول حرف تاني. يلا يا ايتن. نعم يا ابلة. يس. اقفل المايك يا ياسين. ايتن، كلمة المكتبة لو اتصلت بها اللام المكسورة تصبح الكلمة ايه؟ المكتبة دخلي عليها حرف اللام في الاول تصبح الكلمة ايه؟ المكتبة. برافو عليكي. ايه التغيير اللي حصل فيها يا تودة؟ اللام شالت الالف وقعدت بدلها. برافو عليكي شطورة، يعني اللام حذفت الف الكلمة. برافو. تسبيح. يلا يا توتي، كلمة الليل حبيبي لو ضفنا لها اللام المكسورة في الاول تكتب ازاي؟ برافو. ايه التغيير اللي حصل فيها؟ بس الالف. برافو. الالف واللام علشان اصلا الكلمه فيها لام اصليه اسمها ليل. برافو. جيسيكا. نعم يا ابشر. يلا يا جوجو. اللباس. جيسيكا. كلمه جيسيكا عصام. نعم اللباس. كلمه معرفه بال والكلمه فيها لام اصليه لو اتصلت بها اللام المكسوره تصبح الكلمه ايه؟ للباس. للباس. برافو. ايه اللي حصل فيها من تغيير يا جوجو؟ حشنا الالف واللام واللام بقيوا مكانها. حذفت الالف واللام. يلا اكتبوها بسرعه. ايه كفايه لكل سطر، كل دقيقه، كل سطر دقيقه دقيقه دقيقه. دلوقتي وثمان دقايق الساعه 12 و11 دقيقه هقول لكم خلاص الوقت خلص. خلاص خلص. ما انا قلنا بقى خلص سكت صح. فاضل دقيقه واحده، سبت لكم 3 دقايق فاضل دقيقه. والله هنكتب سؤال رقم 3. لا بس اللي مكتوب قدامنا بس. خلصت. مفيش فايدة فيكم، انتوا مش بتبطلوا ابدا. نتشر الساعة 12 و11 دقيقة. يوم انا بقفل اهو، انا بقفل، انتوا بتقولوا وانا بقفل. عشان نفتح ايه بقى؟ المراجعة. انا ما خلصتش اللي هي الصفحة الاولى اللي هي التلات كلمات دول، كنت في اخر كلمة. الثقافة هتلاقيها مكتوبة عندك باللون الأحمر في الفقرة اللي قبلها على طول، شيل منها اللام بس كده. اوكي شمال. هو درس مصنع الشوكولاتة، درس مصنع الشوكولاتة هناخده بكرة إن شاء الله. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة عشان الجهاز معانا. اتفتحت الصورة؟ اه يا ابلة. طيب دي خلصناها صح؟ خلصناها. اه يا ابلة. دي لا. لا دي ما تخدمهاش. ايوه دي لسه. طيب ما تخدمهاش. ايوه ما انا عارفة، انا هشوفها. محمد فتح الله. نعم يا أبلة. يلا محمد أكمل الجمل بكلمات بها حرف يكتب ولا ينطق. التلاميذ على نظافة الفصل. هنقول التلاميذ إيه؟ كلمة فيها حرف يكتب ولا ينطق، مكتوب لكن مش بننطقه. يحافظون. لا خليها ماضي بقى كده.
يحافظ. حبيبي ماضي، انت كده بتخليها مضارع. ازاي مضارع؟ خليها ماضي يعني انتهى. ايه الحرف اللي فيها يكتب ولا ينطق يا محمد؟ لما بنقول حافظوا في حرف في الكلمة دي مكتوب وغير منطوق، ايه هو؟ الالف. الالف بعد واو الجماعة. برافو جيسيكا، اقفل المايك. جنى شريف، جنى صوتك بعيد قوي قوي قوي. لا يا ابله انا فتحاه. جنى شريف افتحي يا جنى المايك وردي كده عليا. انا فتحاه يا جوجو. قرأ التلميذ جزء نقط للمسابقة. قرأ التلميذ جزء عامة ونقط للمسابقة. وإيه؟ لما بيكون عندك امتحان بقول لك ذاكري وإيه؟ عشان تكوني جاهزة. دي جاهزة. بصي يا جوجو، لما هو فيما معناه يعني باللغة العامية إن أنا بقول لك إيه؟ كوني جاهزة للامتحان. اجهزي. هو بقى عمل إيه للمسابقة؟ قرأ التلميذ جزء عامة وإيه للمسابقة؟ جهز للمسابقة. لا أريا، أريا نعم تيتشر. يلا يا قمر، قرأ التلميذ جزء عامة وإيه للمسابقة؟ أنا تيتشر. أنا مش عايزة أنا دي خالص، مش عايزة أنا خالص، أنا بنادي على الأسماء. بص يا أريا، هقولها لك باللغة العامية كده وانتي قوليها باللغة العربية. كلمة تبدأ بألف وصل. قرأ التلميذ جزء عامة وإيه للمسابقة؟ حليناها كذا مرة. إلى. لا آدم. تعرف يا آدم؟ أي آدم؟ أي واحد. قرأ التلميذ جزء عامة ونقط للمسابقة وإيه؟ أدنى سؤال للمسابقة. لا هيا ريتال. أيوة يا تيتشر. هيا توتا، إيه الإجابة؟ ريتال. أمال أنتوا رايحين إيه تيتشر؟ أنا عرفتها. يوسف فؤاد. نعم يا أبا. هيا يوسف، إيه الإجابة؟ واستعد. واستعد. واستعد، برافو عليك، واستعد للمسابقة. من الصفات التي دعا إليها الإسلام يا مايفن؟ الرحمة. الرحمة، برافو عليكي. مين المكرم؟ أنا مش عايزة أبلة أبلة كتير. نعم يا أحمد، نعم. ممكن نروح الحمام؟ اتفضل حبيبي. مينا مكرم. نعم يا تيتشر. يلا يا مينا قولي يا بابا أنا عايزة كلمتين بهما حرف ينطق يكتب ولا ينطق. قولي كلمتين بس. السمك. الإيه؟ السمك. السمك ماشي، اللام الشمسية. كلمة كمان. الساعة. الساعة، برافو. جيسيكا كرم. نعم يا تيتشر. هاتي كلمتين كمان يا جوجو غير اللام الشمسية بقى، هو قال كلمتين من اللام الشمسية. نعم. الناس والسلام.
لا ما خلاص احنا مش هنجيب كله لام شمسيه، احنا قلنا كلمتين حرسو. برافو عليك. عارفه اسيل، اسيل صلاح. نعم يا ابله. ضع كل فعل من الافعال التاليه في المكان المناسب: اشكر، شكرت، اشكر. العامل الذي ساعدني بالامس. شكرت. شكرت، برافو. رماس انا سالتك؟ لا يا تيتشر ما سالتنيش. طيب يلا يا رماس، سوف نقط العامل الذي سيساعدني. اشكر العامل الذي سوف يساعدني. سيساعدني. تالا يلا يا توتا. نعم يا ابله. هاي قلبي يلا السؤال على الدور، من يساعدك دائما؟ اشكر. اشكر. في حد بيفصل علينا تالا، انت سامعاني؟ تالا سمعتك. طب يلا حبيبة قلبي، من يساعدك دائما؟ هتكون ايه الإجابة؟ اشكر. اشكر، برافو. اسيل محمد مصطفى. نعم يا تيتشر. يلا يا سيلة. أنا أعبر عن الأحداث التالية مستخدما أنواع الفعل: رحمة الفقراء والمساكين. عايزين نعبر عنها بالفعل الماضي. رحم. رحم الفقراء والمساكين، برافو. ياسين. يلا حبيبي. نعبر عنها باستخدام الفعل المضارع. يرحم الفقراء، الفقراء والمساكين. يرحم الفقراء والمساكين، برافو. عايزة أحمد حسن. يلا يا أحمد، باستخدام الفعل الأمر. والسؤال تاني؟ رحمة الفقراء والمساكين، عبر عنها باستخدام الفعل الأمر. ارحم. ارحم، برافو. جورج حمدي. نعم. يلا يا جورج. التحدث بذوق وأدب، عايزين نعبر عنها باستخدام الفعل الماضي. تحدث. هنخليها تحدث مش تحدث، لو قلت تحدث بقت أمر، لكن تحدث بقت ماضي. يوسف محمود. نعم. استخدام الفعل المضارع حبيبي. تحدث بذوق وأدب. مضارع يا يوسف، ده مضارع. قلت ايه انت؟ تحدث بذوق وأدب. يتحدث، انت الصوت بيقطع عندك، معلش يا يوسف قولها تاني. واحدة على براك. تحدثت بذوق وأدب. كده ماضي يا يوسف، كده فعل ماضي حبيبي، يعني انا كنت سامعك صح. احنا عايزينها فعل مضارع. اتحدث بذوق وادب. برافو عليك. رودلف. رودلف. بصيغه الامر حبيبي. تحدث بذوق وادب. تحدث بذوق وادب، برافو. دي حليناها صح؟ أنا أكيد. طيب ودي؟
لأ بقى. ودي لأ. حليناها. ودي دي لا. حليناها. هنا. نعم يا أب يا مس. حدد نوع الفعل ماضي أو مضارع أو أمر. يحافظ الإماراتيون على موروث الأجداد الثقافي. فين الفعل يا هنا هنا؟ وإيه نوعه؟ يحافظ. يحافظ. وفعل نوعه إيه يا هنا؟ مضارع. برافو عليكي. طيب عايزة أبو بكر. ماضي. طب ما تقولي الفعل الأول، إيه هو الفعل؟ كتب. كتب. برافو عليك. أحمد حامد. رجعت يا أحمد؟ يلا حبيبي. زرع الفلاحان البستان، فين الفعل وإيه نوعه؟ زرع هو الفعل ونوعه ماضي. برافو عليك. عبد الله عادل. عبد الله عادل. أعطيك. يلا يا عبد الله. تجري الأنهار في أودية سحيقة، فين الفعل وإيه نوعه؟ تجري. تجري. برافو. فعل نوعه إيه؟ مضارع. مضارع. برافو. كارل. اقفل المايك. كارل. كلارا. نعم تيتشر. يلا يا كوكي. أعيدي كتابة الواجب، فين الفعل وإيه نوعه؟ أعيدي. برافو. فعل نوعه إيه؟ أمر. أمر. شطورة. إريني. نعم. أم مين اللي بيجاوب؟ نعم يا أبو. يلا يا إيرين. قرأ محمد الدرس، فين الفعل وإيه نوعه؟ قرأ فعل ماضي. برافو. كلارا. نعم يا تيتا. أنت جاوبتي على السؤال؟ آه. طيب أمال مين اللي قال أنا ما جاوبتش؟ هنا خلاص سألتك. اللي يقول أنا يقول اسمه، أنا مش شايفة مين اللي بيتكلم. تسبيح انا ما سالتكيش تسبيح، انا سالتك في اول الحصه اصلا حبيبتي. انت اسمك في اول القائمه اتسالتي. مازن. مازن. اوكي. نور. نور حسين. نعم يا تيتشر. يسافر والدي إلى مكة، أنا عايزة نوع الفعل ده إيه يا نور؟ يسافر. فين الفعل أصلاً؟ نوع إيه؟ يسافر، يبقى ده نوع إيه؟ مضارع. مضارع. عمر عمار. عمر. نور كمال. نور. الله. نعم. السؤال التاني ده حليناه احنا. ماشي انا بنادي على نور. نور. نور مردش وعمر عمار مردش. ريل. ريل. نعم يا أبلة.
يسافر فعل مضارع حبيبتي، لو احنا حبينا نحوله لفعل ماضي هتبقى ايه؟ ايه؟ يسافر فعل مضارع، لو احنا حولناه لفعل ماضي تصبح الكلمة ايه؟ طب عندي يا دين المايك بتاعك بيصفر فيه معلش. ياسين ردينا رميساء يلا يا روما يوسف سافر فعل مضارع فعل الماضي كده سافر برافو عليكي طيب اخي ضارع يقرا يقرا برافو بكره فكروني اول ما نبدا بعد يعني اول ما نبدا في المراجعه ناخده وبكره ناخد درس هيعجبكم قصه شكرا يا أبا شكرا يا أبا